طبعا كنا عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن الجمعية، امتى يعني بداية انشاء الجمعية؟ هي أنشئت رسميا سنة 2007 تبع وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن الفكرة بدأت من قبلها بكتير، من حوالي سنة 2002. أنا أصلا مهندس ديكور، فكان عندي عمل خاص، مشروع فني كده، تعليم فنون للأطفال والسيدات وكده. كنت بحب دايما العمل المجتمعي من زمان، كنت مشاركة في كذا حاجة يعني، بس ابتديت أجيب كل أسبوع حد من دار أيتام، يعني ناس محتاجة يعني نديهم شيء من الثقافة محتاجة والفن، دعم أو مساعدة. فور فري كده، يقضوا يوم تعلموا حاجة فنية جميلة. فبالصدفة حد يعني قال لي على مدرسة للصم وضعف السمع، وإنهم ناس متميزة جدا وتالنتد جدا. أنا حقيقة كنتش أعرف أي حاجة عن الفئة دي خالص في الوقت ده. كل اللي كنت أعرفه عنهم الناس اللي بتمشي في الشارع كده ماسكة ورق في لغة إشارة وكده بس يعني. فالحقيقة جم مجموعة من البنات كده، يعني 16 سنة 15 سنة، قعدوا اديت لهم حاجات يرسموا. فالحقيقة انبهرت يعني، يعني ما كنتش متخيلة انهم تالنتد كده وناس طبيعية جدا جدا، ما فيهمش اي حاجة يعني. انا ما اعتبرهمش معاقين حقيقة دلوقتي خالص، او انه ذوي اعاقة، لانه هم ناس عاديين جدا. بس كل الفكرة انهم لغة التواصل بتاعتهم مختلفة مش كأننا يعني في اليابان مثلا، وما بنعرفش ياباني، مش هتعرفي تتواصل. بس دي ابتدت من هنا الفكرة الحقيقة، ابتديت ابحث واعمل سيرش عن الفئة دي اكتر، واعرف انهم عددهم كبير جدا جدا في مصر، ومعظمهم من اسر بسيطة، لانه عادة اسلوب يعني سبب اصابتهم بالصمم بيبقى مش وراثة قد ما هي إهمال في العلاج مثلا، أو يعني الأم تجيلها حمى مثلا وهي حامل ما تهتمش، فيطلع الولد أصم، أو الطفل نفسه ما تهتمش بعلاجه، ما فيش كشف مبكر. يعني دلوقتي بقى فيه تطور كتير جدا، الدولة اهتمت جدا بالمواضيع دي، لكن قبل كده لا، ما كانش فيه الكلام ده. طبعا بنشوف مبادرات بتكتشف كتير إن هو ما بيسمعش مثلا في السن اللي هو بيبتدي بقى فيه كلام وحوار، طول السنين دي هي مش مكتشفة. صحيح. طبعا جمعية مهمة زي الحريك طبعا بترقصيها، يعني لازم بتحظى بدعم، فلو تكلمينا كده عن أي جهات قدمت الحريك دعم. بصي حضرتك، إيه؟ لغاية من سنتين ما كانش في أي دعم، لا خارجي ولا داخلي، كان مجهود شخصي، كان مجهود شخصي تماما. والحقيقة يعني قابلت تحديات كتير طبعا، ولكن أنا من إيماني بالفكرة يعني أصريت، يعني خدناها على شكل صغير جدا ومكان بسيط، وابتديت بمجموعة بسيطة لغاية ما يعني من بس سنتين ابتدينا نعمل بروتوكولات تعاون مع من سنة حاجة وتسعين 2009 عملنا بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم، وابتدينا نعمل مشروع اسمه مبادرة اسمها اسمعونا، ان احنا نطور مدارس الصم في مصر. وابتدينا بمدرسة في الفيوم، عملنا فيها مراحل كتير جدا تطوير. دي كانت اول بداية تعامل مع جهة هنتكلم عنها لاحقا، يعني لانه ده مشروع كبير جدا. بعد كده عملنا بروتوكول السنة اللي فاتت مع وزارة التضامن الاجتماعي، برنامج اسمه فرصة. الحقيقه المشروع ده يعني لقيته يعني زي ما يكون مرسوم علينا، لانه احنا انا كنت عامله بعد كده مبادره اسمها بناء انسان. فكره بناء انسان دي ان احنا عندنا مركز تدريب للصم والمراه المعيله، فبنجيب الصم ومعاهم مراه معيله عشان يبقى فيه نوع من الدمج. بنعلمهم بقى حرف كتيره جدا. عظيم. بس ابتدينا نركز على الحرف اللي هم متميزين فيها قوي، التفصيل والخياطه والجلود، كل جلد هاند ميد، شنط جلد طبيعي، حاجات متميزه جدا. واكسسوارز وحاجات مختلفه. عظيم. يعني وبنعلمهم كمان جنب ده، مش بس كده، يعني ازاي يخرجوا على سوق العمل والحياه، تنميه بشريه، يعني تنميه مهاراتهم، توعيه لاهاليهم، توعيه ليهم، محو اميه. ابتدينا نعمل دراسات على
مشروع تعليمي ليهم بشكل مكثف يعني بشكل معين، يعني بتساعدوهم على الاختلاط بالمجتمع يعني. بالظبط، ازاي يندمجوا في المجتمع بشكل صح يقدروا هم يبقوا ناس عادية وطبيعية ومتميزة، نظهر تميزهم يعني.